أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار، نستهلها بأبرز العناوين. مجلس قضاء الطرف ينظم يوما دراسيا حول دور الضبطية القضائية في مكافحة المخدرات الصناعية. بولاية قسنطينة تحديد السرطانات المهنية خطوة للوقاية منها. المديرية الجهوية للجمارك بولاية بسة تنظم يوما إعلاميا. وانتخاب مكتب جديد لغرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية يرت. صناعة الحلفاء بولاية باتنا حرفة يحرص الآباء على تلقينها لأبنائهم. وتفكيك نشاط شبكة إجرامية تقوم بتزوير ملفات قاعدية بولاية بومرداس. نظم مجلس قضاء الطارف يوما دراسيا حول دور الضبطية القضائية في مكافحة المخدرات العابرة للحدود، هذا بحضور الجهات الفاعلة كالضبطية القضائية للدرك والشرطة وحراس الشواطئ. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل فوزي بخبة. نظم مجلس قضاء الطارف يوما دراسيا حول دور الضبطية القضائية في مكافحة المخدرات الصناعية الحديثة العابرة للحدود في ظل القانون 0523 الذي جاء بشقين وقائي وردعي. حضر هذا اليوم الدراسي مختلف الجهات الفاعلة كالضبطية القضائية للدرك والشرطة وحراس الشواطئ بالإضافة إلى الجمارك والشؤون الدينية. على مستوى قيادة الدرك الوطني أو معهد الوطني لدى اللجنة يجري تطبيقية مساعدة ميدانية. أن مادة المخدرات يشكل في نظر التشريع الجمركي بضاعة محظورة حظرا مقنن ومشروع يمكن وصفه بوصفات طبية. إذا هذا اليوم الدراسي الهدف منه هو تعريف بأن هذه الظاهرة ليست فحسب ظاهرة في وطننا بل هي ظاهرة عالمية، وأن الجزائر أعدت العدة التشريعية من خلال الإطار القانوني لمجابهة هذه الظاهرة بمصادقتها سنة 63 على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وكذا الاتفاقية 71 والبروتوكولات، يعني كلها صادقت عليها الجزائر بمراسيم، وأن آخر قانون هو القانون 0523 الصادر في 7 ماي 23 الذي جاء يعدل ويتمم القانون 0418 لسنة 2004. نظم مجلس قضاء الطارف يوم دراسي بعنوان دور الضبطية القضائية في مكافحة جريمة المخدرات الصناعية الحديثة العابرة للحدود، وقد حضر هذا اليوم الدراسي كل الفاعلين والشركاء الذين يهتمون بمجابهة هذه الظاهرة من خلال إعطاء معطيات إحصائية للضبطية القضائية في مكافحة هذه الظاهرة من جهة، ما دفع بالمشرع الجزائري في استحداث تعديل جديد لقانون 0418 بموجب القانون 2305 والذي وضع له جانب وقائي وجانب ردعي. فعن الجانب الوقائي فقد تم إشراك الفاعلين سيما المؤسسات التربوية وكذا مؤسسة المسجد وكذا مؤسسة المجتمع المدني في الإشراك والتحسيس بهذه الظاهرة. تم تنظيم يوم دراسي على مستوى مجلس قضاء ولاية الطارف من أجل إبراز دور الضبطية القضائية في مجابهة آفة المخدرات الصناعية والآليات الواجب توفرها للحد من انتشار هذه الظاهرة، حيث أن بعد الدراسة للإحصائيات وعمليات الحجز على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للطرف بالموازاة مع ما تم توفيره من أجهزة وآليات ومراكز منها المركز المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام الذي أبرز الاستفحال لهذه الظاهرة والآليات الردعية وكيفية مجابهتها عبر احتلال الإقليم ومجابهتها ميدانيا. تحديد السرطانات المهنية خطوة للوقاية منها كان محور لقاء الجهوي للشرق بقسنطينة،
الهدف منه تحسيس العمال وأرباب العمل بضرورة معرفة أخطار السرطانات في أماكن العمل وخطورة العزوف عن التصريح. التغطية للزميل بلير طارق. التصريح بالأمراض المهنية خاصة السرطانية منها كان محور الملتقى الجهوي للشرق تحت شعار تحديد السرطانات المهنية خطوة نحو الوقاية منها. الهدف من الملتقى الحفاظ على صحة وسلامة العمال من جهة وتحسيس أرباب العمل بخطورة المواد المسرطنة في أماكن العمل من جهة أخرى وكذا خطورة العزوف عن التصريح بالأمراض المهنية لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. تحت شعار تحديد السرطانات المهنية خطوة نحو الوقاية منها ويهدف هذا اللقاء الذي يجمع مختلف الأطراف الفاعلة في مجال طب العمل إلى تبادل الخبرات والتحسيس بأهمية النشاطات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة العمال بمحيط العمل. إضافة إلى ذلك إعلام وتحسيس أرباب العمل بخطورة المواد المسرطنة بأماكن العمل فضلا عن تسليط الضوء على تحديد الأسباب المؤدية إلى السرطانات المهنية. كما تهدف التظاهرة إلى مناقشة ظاهرة العزوف عن التصريح بالأمراض المهنية. أصبحت ظاهرة جد وخطيرة، يجب التصريح بالأمراض المهنية لدى الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي. On vous donne un exemple. Nous avons fait des contrôles de prévention en 2022-2059. On a touché 4479 entreprises et établissements. كثير من المؤسسات تستعمل مواد خاصة المواد الكيميائية اللي هي في الأغلبية نتاعها مسرطنة والعمال نتاعهم ما عندهمش لي مويان دو بروتيكسيون. راكم شفتوا قبيله في الشريط اللي انجزوا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمال الأجراء لاكناس، وين في بعض الشركات وهو روبورتاج حقيقي في المؤسسات كاين اللي مستعملين لي مويان بروتيكسيون وكاين اللي ما يستعملوش لي مويان بروتيكسيون. اذا الاستعمال تاع هذه الموالد يكون خطر على العامل ويكون خطر المحيط. واحد كيجي واحد في عمره 75 سنه وعنده نقولوا سرطان الرئه، واحد ما يحوس على السيد هذا المريض هذا واش دار عنده 10 20 و 30 و 40 سنه قبل، باسكو هاد السرطانات المهنيه عندهم دي كيما تقول وقت كبير باه يظهروا. الوقت هذا يخلي لو كونسيرني لو ميم ينسى واش خدم في حياته، وهو في حد ذاته ما يعرفش ديجا واش خدم. واش هما كاين ناس اللي داروا 10 مهن في حياته هو يتذكر يقول لك واش خدمت ولي برودوي مانك سي با بوسيبل. دونك هاد لا 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 هاد لو بيتي ديتاي ايشاب على فوا لا 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 لو ميدسان تريتون ايشاب اي سا اكسبليك ان بو لا سو ديكلاراسيون تاع لي كونسير دوريجين بروفيسور. نظمت المديريه الجهويه للجمارك بولايه بسة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الممشى يوما إعلاميا حول الأنظمة الجمركية الاقتصادية الموجهة لترقية الاستثمار بحضور متعاملين اقتصاديين ومهنيين ناشطين في مجال التجارة الخارجية. المزيد من التفاصيل في تغطية الزميل طيب عبيدات. برامج الاصلاح التي يمليها المحيط الاقتصادي والتي تقوم الى تحسين الفاعليه الداخليه والفعاليه الخارجيه. تجسيدا لتعليمات المديرية العامة للجمارك بتنظيم سلسلة أيام إعلامية تحت شعار مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي، نظمت المديرية الجهوية للجمارك تبسة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الممشى يوما إعلاميا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين عبر إقليم ولاية تبسة حول موضوع الأنظمة الجمركية الاقتصادية الموجهة لترقية الاستثمار. الهدف من هذا اليوم الإعلامي هو تقريب مصالح الجمارك من المتعاملين الاقتصاديين لضمان أحسن مرافقة لهم على كافة المستويات من خلال تزويدهم بمختلف التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي. إطار تنسيق بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمديرية العامة للجمارك،
تم برمجة عدة أيام إعلامية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين تحت شعار مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي، حيث تهدف هذه الأيام الإعلامية إلى الترويج بالدرجة الأولى للتسهيلات الجمركية الممنوحة للأعوان الاقتصاديين خاصة في مجال التصدير، وهذا ما تصب له السياسة الاقتصادية العامة للدولة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات وتشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة. وفي هذا الإطار تلعب غرفة التجارة والصناعة دورا هاما في تكريس السياسة العامة للدولة، خاصة ما تعلق بتشجيع الاستثمار، ويتجلى ذلك من خلال ما منحه المشرع من صلاحيات في المرسوم التنفيذي رقم 2283 المؤرخ في 26 فبراير 2022 المتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. بولاية هرت تم انتخاب مكتب جديد لغرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية هرت. تغطية الزميل بصغير محمد علي. أجريت أمسية اليوم بدار الصناعة التقليدية انتخاب مكتب جديد لغرفة الصناعة التقليدية والحرفية لولاية هرت، حيث تمت العملية بكل نزاهة وشفافية. اليوم يتم تنظيم انتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأعضاء المكتب تحت إشراف اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات. لهذا المهمة تاع هذو المنتخبين هما نقل انشغالات الحرفيين للسلطات، وهم الممثل الحرفيين لدى كل الهيئات، يمكنه نقل انشغالات مساعدتهم، الإشراك الغرفة في كل أنشطتها التي تسب في لفائدة الحرفي ونشاطه وترقية نشاط الصناعة التقليدية من تنظيم معارض أو شراء أو تسويق المنتوج تاعهم، أو حتى اقتناء مواد أولية بسيطة الجملة. نشكرهم على الثقة اللي وضعوها فينا، ونشكر الأصدقاء والأخوات الحرفيين اللي وضعوا فيها الثقة هذه، وإن شاء الله نكون في حسن ظن الجميع، وإن شاء الله تكون عهدة يكون فيها تغيير إن شاء الله. مجموع الحرفيين على مستوى الولاية يمثل أكثر من 6064 حرفي مسجل إلى غاية 17 جويلية 2023، والتي قاموا بعملية اختيار مترشحيهم على مستوى تلك المكاتب، وكما قلت البارح عددهم 24 مترشح. اليوم في العملية الختامية تم عملية انتخاب رئيس الغرفة ثم نائب الرئيس ثم أعضاء المكتب، وكما لاحظتم يعني تمت العملية في عملية يعني بطريقة ديمقراطية وشفافية، وكان تجاوب كبير من طرف المترشحين والذين عبروا عن يعني عن رضاهم على سير عملية انتخابية على مستوى الولاية. نشكر الحرفيين اللي داروا فينا الثقة، وهذا الثقة وزنها ذهب. دروك الجمعية العامة حنايا غادي حنا كاع نكونوا يد واحدة، كي اللي فوطاها كيفو اللي فوطاهاك مرحبا بهم. حنايا الباب مفتوح لكل أعضاء الجمعية العامة ولكل حرفي الولاية. صناعة الحلفاء مهنة ارتبط ذكرها بالآباء والأجداد الذين حرصوا منذ السنين على تلقينها وتعليمها لأبنائهم بولاية بازنة. لنتابع تقرير الزميل تقي الدين من قريشي. بأدواته البسيطة وببعض أوراق نبات الحلفاء يبدع عمي مسعود بأنامله بصناعة السلال والقفف التقليدية لعرضها وللاسترزاق منها. نجيب الحلفة من الجبل، نجيب الحلفة سنة ما كانش الحلفة كان جفاف، نجيب الحلفة ونخدم بها وكل شيء. بصح هادو كيفاش يخدموهم بكري؟ يخدموهم كي يجيو يسافروا يروحوا لبسكرة يدوروا الخضرة، يدوروا في الصغار هادو كما هذوك من هيه قروجة يلحقوا ليه يبيعوها بالخريف حوارها. القفة الكبيرة يديروا فيها الخريف ويديروا المطارق نتاع الحطب بيناتهم باش ما تطلبش، ويسرجي البغلان تاعو يدي السوق لبسكرة ويبيع.
يحرص عمي مسعود على تمسكه بهذه الحرفة، كما يحرص على تلقينها للأجيال القادمة للحفاظ عليها من الاندثار. 61 ولا 61 سنين من نكون مور 10 سنين وانا نبدا نخدم فيها. علمني الشاب الله يرحمه، نبدا نخدم فيها للان نخدم ونعلم الاولاد اللي خدموا، راهم الاولاد يعرفوا يخدموا هذو. نعم ولا ثاني لا كوماند ومن الحلفه ما كانش، كان جفاف السنه وعندي لا كوماند اكثر من 100 تقفى نمشونش. قالوا لي جبنا لك بعثنا لك جفاف، قلت لهم الاولاد قالوا لي منين نجيبوا الحلفه، السنه ما كانش جفاف يبسا. تبقى حرفة الحلفاء تتطلع للعصرنة لمواجهة الزحف الكاسح للمنتجات البلاستيكية. تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس من تفكيك نشاط شبكة إجرامية تقوم بتزوير الملفات القاعدية للمركبات. العملية أسفرت عن إيقاف 6 أشخاص. التغطية لزميل نبيل مغيرف. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم.